عليكم بناتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا مزيانين. اش اخباركم؟ صحيحه. هاد النهار جيتكم غير بواحد صالات فيها كل شيء، راني والعصير هو وجدنا، وهذه اللي عملتها البارح بها غادي نتغدى وغادي نرفقوها مع صالات ومايونيز اللي بغي مايونيز. ونتمنى تعجبكم هذا الصالاد والعصير، زوين تيقو بيا، راه زوين بزاف صحي، فيها غير التفاح وخيزو وزرودية والسكر على حسب الطوخ. وما تنساونيش الله يحفظكم بابوني وتابونا معايا وضربوا الجرس، وشكرا بزاف بزاف بزاف، الله يحفظكم الله يعطيكم صحتكم. باش نحضروا العصير ديالنا خصني انا دايره جوج ديال التفاحات، ثلاثه ديال الخزوات، شويه ديال السكر وشويه ديال الفاني. و الا بغيتوا المقادير نيشان، غتعملوا نص كيلو ديال الخزو و 700 غرام ديال التفاح و 600 غرام ديال سنيده وواحد الفانيه. غادي نديروا الخزو ديالنا يتسلق، التفاح ديالنا حتى هو يتسلق، ديالنا راني طحنت التفاح وخيزو او الزروديه كل واحد كيف يقول له. وغادي نزيد الماء ديال الخيزو، وغادي نعمل السكر على حساب الطوق، راه تقدروا تعملوا اكثر، واحد شويه ديال تاع فاني، غادي نخليه واحد 20 دقيقه. العصير ديالنا راه كيغلي، غادي نحسبو 4 ساعة ولا 20 دقيقة، وبالصحة والراحة ونتلاقاو في اللخر إن شاء الله. هو الشكل ديال العصير ديالنا كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف، ونتمنى تجربوه حتى نتوماك. السلطة ديالنا غادي نحتاجو الكوار، الصفار والحمر، وشوية ديال الفلفلة حمراء، وتفاح وبصلة مشمضة ومطيشة حيت الزريعة ديالها، والخيار وحكينا خزو وأناناس وتفاح. غادي نديرو الأول الحامض، غادي نزيدو واحد الضانو مسوس وشويه ديال مايونيز وموطرد وواحد قبيسه ديال المليحه وواحد ثومه صغيره والمرقه ديال الاناناس. غادي نسوي هادشي، شويه ديال المرقه ديال الاناناس، ماشي ضروري، الا ما كايناش ما كاين مشكل، اناناس ماشي بالضروري يكون. وغادي نخلطوا السلطه ديالنا